ونتوقف مع أخبار الأحوال الجوية. من جديد نعود إليك آية. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل البرودة على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها معكم من القاهرة العظمى 17، الصغرى 8، الإسكندرية 15 9، مطروح 14 9، بورسعيد 15-10، الإسماعيلية 17-8، بعد إلى السويس العظمى سجلت 17 والصغرى 9، العريش 15-8، طبع 20-13، شرم الشيخ 21-13، والغردقة 20-12. أيضا الأقصر العظمى 23، الصغرى 11، أسوان 25-11، الوادي الجديد 22-10، وشلاتين 23-13، وأخيرا حلايب 25-14. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابعها الآن.